السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي نعمل البرجولة شكلها حلو كده وظريف. هاجي هنا واقول له ان انا عايز اعمل روف ومش محتاج اي سلوب خالص. وهاجي هنا بقى اختار النوع اللي انا هرسم بيه، هختار سلوب جلازنج واقول له ايديت تايب، وابدأ اقول له مثلا هنا الكيرتن بانل ممكن تختارها نان، يبقى كده مش هيبقى فيه، او امتي برضو كده مش هيبقى فيه. وعايزين بقى نشوف اللي اوت اللي احنا هنختاره، ممكن مثلا فيكسد ديستانس، وهنا برضو ممكن نختار فيكسد ديستانس، ممكن نخليه مثلا 700. وبعد كده ممكن نختار بقى نوع المليون اللي احنا عايزينه، الشكل دوت، وخلينا نجرب. بالشكل دوت اوكي. فتظهر معانا بالشكل دوت. وده الظل ممكن نخفيه.